السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا خاوتنا، مرحبا بكم. موضوعنا اليوم اللي راح نطرقوا له بإذن الله هو الأخطاء الشائعة والقاتلة في تزويج الطيور تاعنا، وعندها بزاف أسباب دوك نبداو نذكرهم بالواحد بإذن الله. وعادة هذه الأخطاء يقوم بها المربي عن قصد أو غير قصد، خاصة المبتدئين. نبداو على بركة الله. أولا عندنا تزويج طيور مريضة، يعني من غير المعقول ان الطيور مريضة، ذكر ولا الانثى ولا في اثنين مرض، مهما كان السبب تاع المرض ولا نوعية المرض، من المستحيل انك تخمم باش تزوجهم. عالجهم اولا، ومن بعد كي يرتاحوا ويرتاحوا ويتشافوا ان شاء الله قم بتزويجهم. ثانيا، تزويج الطيور التي كانت تعالج من احد الامراض وتلقت ولا قدمنا لها أدوية، وخاصة المضادات الحيوية. هذه المضادات الحيوية والأدوية تؤثر بشكل رهيب وسلبي على خصوبة البيض، يعني من المفروض نخلوها ترتاح. ودرت لكم موضوع سابق عن طريقة تقديم الأدوية وش لازم نديره من بعد حتى نلحقوا للتزاوج. ثالثا هو علاج الطيور من الفاش بواسطة الإيفرميكتين ولا الإيفوماك، يعني هذا الدواء قوي 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 جدا ويأثر بشكل رهيب وسلبي على خصوبة البيض. يعني من المفروض أن نقدم هذا الدواء شهر قبل التجهيز للتزاوج. أما الناس اللي أثناء مرحلة التزاوج يروح يدير الإيفوماك ولا الإيفرميكتين للطيور تاعو، هذا غلط 100%، لأنه يأثر كثيرا على خصوبة البيض ويقتل حتى الفراخ داخل البيضة. رابعا، والخطأ الشاسع المنتشر كثيرا بين المربين وخاصة المبتدئين، هو القيام بتزويج الإخوة من نفس الأبوين. يعني هذا خطأ فادح. درت لكم موضوع سابقا عن طريق تزويج الإخوة من نفس الأب ولا من نفس الأم. أما الإخوة من نفس الأبوين يعني مستحيل أنك تخمم تزوجهم، لأن الناتج رح يكون بيض غير مخصب، في موت الفراخ داخل البيض، موت الفراخ بعد الفقس، وتشوه الفراخ هذا إلى عشت. خامسا، تزويج الطيور الغير بالغة، يعني اللي ما لحقتش السن تاع التزوج، مثلا 6 7 أشهر، يعني من المستحيل تزوج، راح تعبهم باطل هذا مكان وتحصل على بيض فارغ. هذا إن حطت الأنثى حطت لك البيض، يعني من المفروض الأنثى على الأقل تكون لحقت 8 أشهر فما فوق، والذكر 9 أشهر فما فوق. سادسا، وهو تزويج واحد النوعين تاع الطيور مع بعض، هذا يكون خاطئ. النوع الأول هو يوبي مع يوبي، يعني اللي عنده شوشة فوق راسه، ولا كورونا مع كورونا، هذا عند الجلوستر. يعني هذا خطأان شائعان بين المربين خاصة قلنا المبتدئين. والأصلح والأجدر أنك تزوج بيبي مع العادي ولا الكورونا مع الكونسور، بهذه النتيجة راح تحصل طيور جيدة. أما لما تزوج هيبي مع هيبي ولا كورونا مع كورونا، الناتج سيكون فراخ صلعاء، يعني ما عندهاش الريش فوق راسها، وراح تطيح في إشكالية كبيرة كبيرة وما ينجحولكش، واحتمال كبير أنهم يموتوا. سابعا، احترام نوعية الريش تاع الطيور تاعنا، بمعنى ما نقدروش نزوجوا انتونسيف مع انتونسيف ولا شمال مع شمال، هذا راح يكون فيه مشاكل كبيرة للفراخ عندنا، واحتمالية كبيرة انهم يتوفوا، وإلا ما ماتوش نلقاو فيهم توجور مرض. والاجدر بينا واش نديرو هو نزوجوا انتونسيف مع الشمال. درت لكم قبل الموضوع السابق على نوعية الريش الانتونسيف ونوعية الريش الشمال، تقدروا تروحوا للقناة وتفحصوا وتشوفوا وتتأكدوا بنفسكم. تاسعا وأخيرا، احترام تزوج الطفرات مع بعض، بمعنى نزوجوا كل طفرة مع بعض وما نخلطوش بين الطفرات. هذا الناس اللي ما تعرفش، هو ممكن احتمالية تاع أن تزوج طفرة مع طفرة واحدة أخرى، بصح طريقة علمية ماشي تضرب برك. مثلا تزوج الموزايك مع الموزايك، الأغات مع الأغات، الجلوستر مع الجلوستر، ما تخلطش طفرات اخرى باش ما تطيحش في مشكل. الطيور يكونوا المناعه تاعهم فابل، يعني قليله، ويكون فيهم ديما امراض. خلاصه القول واش نقولوا خاوتنا، الاحترام المقادير تاع تزوج الطيور تاعنا هي الاهم.
ما تعرفش سقسي خويا، ما فيش ماهيش عيب، وما ما كانش اللي يتعلم يعرف، ما كانش اللي زاد يعرف. كي تسقسي راح تتفادى بزاف مشاكل. اسأل ما تحشم ما والو. هذا هو موضوعنا، وان شاء الله نكون فدكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.